السلام عليكم. في هذا الفيديو بنتعلم كيف نعمل كرت شخصي بطريقة بسيطة. نضغط فايل نيو، أو من هنا كرييت نيو. طبعا احنا بنحصل حاجة زي كذا. نحن نعمل كاستم، هنا نضغط في هذا هنا الأرض، نعمل 8 البيكسلز، هنا نخليه سنتيمتر، 8 سنتي على الارتفاع 5، تمام. العرض 8، الارتفاع 5، في بعض الكروت تكون 9 على 4، بس معظم الكروت في المطابع 8 على 5. ممكن طبعا في كروت بشكل مربع بشكل دائري حسب القالب اللي بينطبع، بس هذا الستاندرد. اوكي، هنا الان الدقة الريزوليشن لازم نخليها 300، تمام. بعدين نعمل كرييت. الان هنا المقاس اللي هو كيف مقاس الكرت نفسه. اوكي، طيب الان مثلا ممكن نبدأ نعمل شكل معين. ناخذ هنا مربع مثلا، كذا مثلا نعمل مربع، طبعا اسود. هنا نغير اللون، مثلا نشتيه بلون. طبعا بالنسبة للالوان وهذه الاشياء يعتمد على الثيم ولون الشعار حقك او تبع الشركة وكذا، تمام. مثلا انا بختار هذا كذا مثلا. هنا ممكن نضغط، نضغط هنا على البين هنا، او نضغط على الاي اللي هو السهم، اي بالكيبورد يكون زي كذا، نضغط ايه يتحول للسهم الابيض ده. اوكي، او هنا، وبعدين نأشر على هذا الطرف على هذا الركن، ونضغط على شيفت ونسحب، نسحب بالماوس يعني حاجة زي كذا مثلا. يس نعمل. الان كذا عملت انا هذا الشكل، ممكن كذا شوية. الآن أنا أصمم التصميم للخلفية، مثلا الشعار. نفترض أنه شعار الشركة هذه، يعني زي خلية النحل مثلا. أوكي، حاجة زي كذا مثلا. ممكن تكون خطوط، عشان نخلي خطوط طبعا نجي هنا فوق، نعمله هنا شفاف ونعمل الخط. ممكن نختار اللون هذا نفسه، ممكن شوية كذا. مثلا شعار الشركة، حاجة زي كذا. نكرر هذا بالضغط على Alt وسحب، بعدين Ctrl T علشان التحجيم التصغير أو كذا مثلا. نصغر الخط هذا، نحفه شوية، هو كان 10، نخلي مثلا 4. الآن هذا يعني الشكل التصوري لشعار الشركة مثلا. اوكي، طيب ممكن الآن نكتب اسم الشركة مثلا. هي الشركة مثلا اسمها مثلا بي مثلا، بي كمبا، شركة النحلة مثلا. اوكي كمباني، ممكن نخليها بولد. هذا يصغر شوية مثلا. اللون شوية أحسه كئيب كذا شوية، ممكن نغيره ونخليه كذا في شوية حياة كذا. أوكي، مثلا هذا مجرد يعني تصور، هو أنت ما تستخدم شعارك أو شعار الشركة. أوكي،
ممكن نضغط على شيفت مع مع الشكل، نعمل كنترول جي اللي هو جروب، جروب واحد يكون، بحيث نقدر نكبره او نصغره مع بعض. خلاص انا عملت الشعر، هذا شعر فقط كذا يعني تصوري. هنا الان هذا اللون ممكن نعمل حركة كنترول تي نسحبه ونعمله كذا كنترول تي مرة ثانية وننزله، مثلا نخليه خلف هنا في اللاير، هنا ننزله تحت، ناخذ نضغط عليه مرتين وناخذ اللون مثلا كذا اللون. اوكي هذا اللون انا بخليه اللي هو هذا، بس اغمق شوية مثلا حاجة زي كذا. الان بعمل تي، اضغط على زر الكيبورد، مفتاح الكيبورد تي، او من هنا تي، واعمل كذا، بكتب اسمي مثلا عبد الله السباح، مثلا عبد الله ناصر السباح مثلا. اوكي بسحبه هنا، طبعا بضغط على اللون اخليه ابيض، مش معقول اخلي كمان بنفس اللون. لو خليته كذا عبد الله انا السباحي. اوكي مثلا هنا كيف نسخته، ضغط على Alt و Shift ونزلته. هو في عدة طرق انك تنسخ اللاير، ممكن تضغط الزر الايمن تفعل دبليكيت، اوكي وبيكرره لك، يعني اول ما ضغط دبليكيت يظهر لك كذا. اوكي تسحبه، بعدين بعمل له تصغير كنترول تي وامسك من الركن، لازم اضغط شيفت. ليش؟ لو ما ضغط شيفت بيكونش التحجيم صحيح، وهذا اكبر غلط. كثير للاسف مصممين كذا يجي يصغره بدون النسب الحقيقية للتحجيم. علشان نتفادى هذا الشيء نضغط على شيفت، شوفوا يتحجم بنفس القياسات الحقيقية للنص. مثلا هنا انا بكتب مثلا ديزاينر ولا اي شيء، مثلا ار دايركتور مثلا، بخليه عادي مش بولد مثلا. هو المفروض شوية اسحبه من هناك، ايوه كذا، علشان لازم ان تفعل حدود اللي تسمى حدود الامان، يعني كنترول ار تطلع المسطرة، لازم يكون في اقل شيء سنتي من الاطراف، بحيث انه في المطبعة ولا شيء ما يخرجش، يعني ما يروحش، وبنفس الوقت يكون التوزيع البصري صحيح. اوكي الآن هنا هذا بنسخه مرة ثانية، بضغط على Alt و Shift وانزلها تحت، بكتب مثلا الرقم مثلا هنا، طبعا لازم تحول انت بالعربي او بالانجليزي، مثلا 0060 هنا الاتجاه الآن، عفوا الاتجاه، ايوه اوكي كان الاتجاه عربي اصلا. مثلا 60 هذا مفتاح ماليزيا او مفتاح اليمن، مثلا 9 6 7 1 2 3 4 5، المهم الرقم. اوكي هذا رقم التلفون مثلا، وبعدين هنا مثلا طبعا نحاول نصغره شوية يعني كذا، مثلا هنا مثلا الفاكس او لا اي شيء مثلا. بعدين الإيميل مثلا السباحي @hotmail، طبعا لازم نكبر شوية كذا. أوكي بعدين الموقع، موقعك أو موقع الشركة اللي تعمل لها الكرت. بعدين العنوان
عنوان الأدرس اللي هو فين أنت، فين بالضبط مثلا. أوكي، الهضبة صنعاء، أو طبعا لازم اسم المنطقة ولا المكان، بعدين اسم الشارع ستريت كذا مثلا، اسم الشارع تكتبه، بعدين المدينة، بعدين الدولة اللي هو الستاندرد. صنعاء، يمن. اوكي، يعني حاجة زي كذا. كنترول شيفت عشان تظهر الحدود المسطرة اللي انت عملتها، كنترول شيفت اتش تظهرها، ولا تضغط مرة ثانية تروح. اوكي طيب، هذه نرفعها شوية، وهذين طبعا نرفعهم كذا، حاجة زي كذا. يعني هنا بيانات العنوان، هنا الاسم، هنا اللي هو المهنة. هنا أنا بعمل أيقونات، أنا عملت هنا فراغ على أساس أعمل هنا أيقونات، مثلا تلفون، شكل عنوان اللي هو شكل الهوم، البيت، الويب. هذه ممكن أن تحصلها من النت، ممكن تعمل بحث مثلا. أنا ببحث الآن بسرعة، مثلا ببحث، شوف طلع لي على طول مفرغ وجاهز مثلا، هذا باخذه. ممكن نعمل له على طول حفظ، أو كوبي له الصورة وبعدين نفرغها كوبي، نجي لصق. أنا بس حب بفعل العصا السحرية، تمام، باخذ هذا بس، كنترول جي، شوف سحبت هذا. الآن بعمل له كلر اوفرلاي، بحيث اعمل له لون، اعمل له اللون الابيض مثلا. مثلا حاجة زي كذا، بس يصغر طبعا شوية، هذا تنزاح الكتابة شوية كذا، وخرها شوية. هذا صنعنا بعد مثلا هنا الآن عملت. بعدين مثلا ببحث عن موبايل، مثلا موبايل ايكون، حاجة زي كذا، حلو او كذا، اي شيء يعني. اهم شيء يكون شيء مناسب، مثلا هذا. طبعا لما نعمله بي ان جي يوصل مفرغ جاهز، بس انا اعمله بالطريقة اللي هي اذا ما حصلتمش صورة مفرغة تعملوا لها نسخ بعدين لصق. تصغر كنترول تي، تسحب بالعصا السحرية، تاخذ الحواف هذه، بعدين كنترول جي جي، تمام، بعدين نخفي هذا، كنترول تي، بعدين نعمل له. طبعا نقدر ننسخ التنسيق حق هذه الأيقونة حق التلفون، نروح لهنا، نضغط الزر الأيمن، كوبي لير ستايل، بعدين نعمل لصق هنا، تمام. طبعا لازم صغير يكون، ممكن نكبر شوية علشان نشوف كيف بيطلع مثلا. ولا كذا، هنا شوية، هذا شوية يصغر. اوكي تمام. طبعا ممكن نلونهم غير الابيض علشان ما يكونش النص ابيض وهم ابيض كذا، يعني شوية كذا من نفس التدرج حق الشعر. بعدين الايميل اللي هو هنا، ايميل، هذا الرمز حق الايميل. اوكي، او هذا، اوكي كوبي، لا هذا، هذا انا جاهزة مفرغات على فكرة. اوكي، كنترول جي، سحبته، لصق، لصق الطبقة، بس لصق لي اللي كان الاول، ما فيش مشكلة.
كنترول تي اصغره. الان اروح اوكي، غيرت اللون. الان اللي هو ايش؟ الويب، ايقونة مواقع النت اللي هي دائما تكون زي كذا، كوبي لصق، كنترول تي، كنترول جي اخذتها، خلاص فرغت يعني. هنا حطيناها، وبعدين نفعل لها اللون. طبعا اللون طبعا شوفوا هنا تختار، انت تختار اللون اللي تشتيه. هنا مثلا ستريت، مثلا شارع الصحة مثلا، الصحة. او لا، هنا شوف صنع يمن ملتصق، لازم تفعل كومة صنع يمن مثلا. تمام. الآن اللي هو الأدرس، هو دائما الأدرس يكون اللي هو هوم، يكون كذا، هذا اللي هو معروف يعني، عنوان المكان سواء كان مكتب ولا بيت ولا أي شيء. لا، هذا لأنه مفرغ ظهر لي بهذا الشكل. طيب اوكي، هذا، وهذا سحبته، كنترول جي، اوكي، كنترول تي، لصق. لا، ايش في هذا؟ هذه لصق لي حق اول اصلا. خلاص الان هنا الان الشعار، ممكن هنا تعمل باركود، ممكن تعمل اي حركة، ممكن نخليه في الوسط برضو ممكن يعني، ما يمانع. يعني الان الشكل تقريبي للشعر لكرت الشخصي، بس لازم يكون كذا مضبوط، التوزيع يكون صحيح بحيث يكون مريح بصريا. هذا كذا مثلا في نوع من التوسط، اوكي. الان نعملهم كلهم في جروب واحد، تمام، جروب واحد. نسميه مثلا سايد، او الوجه الامامي، سايد وان، او نكتب الوجه الامامي ولا اي شيء، سايد ايه. الان نعمل اللي هو الوجه الخلفي، مثلا نسحب الشعار، تمام، اللي هو هذا، نعمل له دوبليكيت من هنا، نطلعه للأعلى، نسحب اللاير هنا، نرفعه يعني لفوق، أو كنترول شيفت، وهنا اللي هي تسمى القوس هذا. المهم هنا سحبته، هذا أنا هذا الحين الوجه الثاني الخلف، أوكي، بخلي كده. طيب ايش بعمل للخلف؟ ممكن اعمله ارضية لون، الارضية اللون، مثلا باخذ هذا اللون نفسه، كنترول تي كامل، طبعا انزله تحت الشعر. الان كيف نفعل الشعر نفسه؟ نعمل له هنا بالافكتس، نعمل له نلونه يعني كلر اوفرلي، نخليه لون ابيض، اوكي. الان معانا هنا الخلف وهنا الامام، يعني بهذا الشكل انتهينا من تصميم كرت بطريقة بسيطة. ممكن ان يكون الكرت فيه حواف، نفعل كنترول ان اللي هو جديد، نعمل مثلا الويب هنا، نعمل نختار اي صفحة، هنا نعمل اللي هو ايش، كنترول ايه، او علشان اسهل الموضوع اكثر نسحبه سحب، لا مش بهذا الشكل، نعمل له دامج مثلا، او تحويل الى فيكتور مثلا، ده مكتوب اوكي. طيب انا اشتي اخلي بحواف عشان المطبعة او الدير المطبعة يعرفون انا اشتي الكرت في حواف،
اختار هذا اللي هو الشكل ابو الحواف. طبعا اصغر الحواف، نخليها هنا مثلا 20، لو زي كذا. انزله تحت الكرت، الكرت الان فوق، اضغط على الكرت، اضغط الزر الايمن، create clipping mask، عملته ايش؟ ماسك. بس لحظة نصغر هذا شوية، اعمل له ظل مثلا. تمام، يعني حاجة زي كذا. هذه الآن كلها افتراضات وكذا، في النهاية انتم تعملوا حسب ذوقكم. بس هذا الشكل كيف تخلي يعني بشكل انه حواف، لما توصي ترسلون المطبعة يعرفون انك تشتري الكرت الحواف بهذا الشكل، يكون واضح، يعني شيء واضح. هنا الآن الوجه الثاني، نسحب هذا، ممكن نفعل كنترول A وكنترول شيفت سي ننسخه، يعني نعمل هنا في كنترول V اللي هو لصق، نعمل كرييت كليبنج ماسك. دخلنا فين هنا؟ خلاص الآن معنا كرت بشكل لطيف يعني بسيط. ممكن بعدين تعمله انت كذا، ممكن حركات كذا، ممكن نعمل أرضية علشان ايش ما تكونش ابيض، ابيض كله ابيض. نعمل يعني كذا حركات خشنفرية. والسلام عليكم ورحمة الله، وقبل السلام عليكم إن شاء الله أنكم استفدتم.